السائلة لام كافن بريدة تقول: ما حكم ذهاب المرأة مع السائق الأجنبي بحضور كثير من النساء معها كما في الذهاب إلى المدارس أو غيره؟ إذا كان في داخل البلد والنساء معه كثير فلا مانع من أجل الحاجة وزوال الخلوة، إنما الممنوع أن تركب المرأة وحدها مع السائق، هذا هو الممنوع لأن هذا خلوة محرمة. أما إذا كان جماعة نساء مع سائق ويذهب بهن إلى المدارس إلى مسافة قريبة داخل البلد أو قريب من البلد، فهذا لا محذور فيه إن شاء الله من أجل الحاجة. نعم.